بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعذب الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة. وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جلس فيدخل خلوه ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله عزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عذبه على أدب قبله هديته فقال له الشيخ أرسل ما بدا لك واحضر معه فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح وإذا كل تفاحة محشودة وقيحا فقال للخليفة كيف تلومنا على أدم أكلنا من هذا وكله محشوم بدماء الناس فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يأتي فيكف بين يدي شيخك أحد الناس يصيبه إلى أمات وكان رضي الله عنه مجال الذي قدر يبعد يسدي وعلم ذكره يعدم الفقراء ويجلسهم ويفلي لهم ثيابهم وكان يقول الفقير صابر وأفضل من الغني شاكر والفقير الشاكر أفضل منهما والفقير الصابر شاكر أفضل من الكل وما أحب البلاء وتلذذ به إلا من عرف المبني وكان يقول اتبعوا ولا تبتدئوا واتبعوا ولا تمرقوا واصبروا ولا تجزؤوا واغتنموا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالثبت عن الذنوب ولا تتلطخوا وعن باب مولاكم لا تبرحوا وكان يقول لا تختر جلب النعماء ولا تفع البلوى فإن النعماء واصلة إليك من القسمة استجلبتها أم لا والبلوى حالة أمك وإن كرهتها فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء فإن جاتك النعمة فاستقل بالذكر والشكر وإن جاتك البلوى فاستقل بالصبر والموافقة وإن كنت على من ذلك فارضى التلذذ واعلموا أن البلية لم تدر من لتهلكه وإنما تزهو لتختمره وكان يقول لا يسمع لمجالسة الحق تعالى إلا المطهرون من رجس زلات ولا يفتح إلا لمن خلع عن الدعاوي والهوسات ولما كان الغالب على الناس عدم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفرة وطهورا ليصلحوا لمجالسته وقربه شعر بذلك ولم يشعروا وكان يقول إياكم ما تحب أحدا أو تكرهه إلا بعد رضي على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى اللهم أشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.